مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. عيني على اللي فوق كتفه هموم كبلين، عيني على اللي عليه العين واللي تلاقيله قريب انت عبين، واتقلبت الآية المزايا عيوب وهي ماشية بالمقلوب، ومهما يجرى تملي مش قبلي. واللي ترمى في النار.
طول عمري بيني وبين الجبل معرفة قديمة قوي، وأنا عندي 5 سنين أطارد الجبل والجبل يطاردني. عشقت الجبل عشق محملش أبعد عني. كانوا يقولوا ممسوس، وكانوا يقولوا متجود جنية. جذوري ممدودة حسب ونسب وشجرة عيلة. اسمي منصور محمد عبد الرحمن عبد الغفار أبو هيبة. اتعلمت كل حاجة شمال، بس شمال أبو هيبة ليه جنون. عديت بالسلاح وهربته، زرعت سنة ما حكم، لقيت في الأرض آثار، وكأن الشمال مستقبلي الأساسي. تركت الكوامن وخنت جبل مصاخة، وعشقت جبال كتير، جبل علبة، جبل موسى، جبل العوينات، وجبل الحلال. بحمد ربنا ان امي لسه عايشه، ما بتسيبش اوضتها اديلها 20 سنه. كان نفسي اشوفها بتطلع تروح وتاجي زي زمان، وادوب من يدها البصاره. يا امي على صنعه يدك، بتعمل بصاره اعجوبه. مشكلتي معاها إنها بتحب الشوكولاتة وهي عنديها السكر. يا واد يا هيبة، الشوكولاتة خلصت. غنيمة بنت عمي الوحيدة اللي خطفتني من حالي، رضيت بجنوني، رضيت بسفري وبعد سنوات. جابت لي 3 بنات، أمينة لود وصفاء. كان نفسي فؤاد يورثني ويورث سنيني. صافي اعقلي كده وكالم داون وفوقي من الاحلام اللي انت فيها دي. خلاص يا بنتي، ما بقاش في فارس جديد. اللي زي ابوكي ده نادر وجوده. ما انتيش شايفه عمايل جوزي عطيه؟ ولد، طب والله العظيم لاجي اقطعك، وعقابا ليك بقى مش هوديك عند جدك. خلاص خلاص. ايوه كده عدله على طول. شفتي عمايل ابن اختك؟ اوكي. طيب بصي، كيس حمزه فورمي بقى. ايه ده؟ بابي جه. طب اقفلي. باي باي. اهلا 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 اهلا. الحمد لله على السلامه يا باشا. الحمد لله على السلامه. يلا يلا، انبسطت يا ادهم؟ انبسطت؟ الوقت تقدر تنزل يا ابوي. يا عم وصل. مالك يا ماهر؟ كرباني كده ليه؟ مبانش ولا حاجة. عمي بس متأخر على ميعاد الطيارة. سفرية الشوق من ندانة. ما تسافر انت، سيبوها في حاله شوي. يا هيبة، الحمل تجيل عليك قوي، بكفاياكوا اللي كسبتوها من وراه.
بعد سنين وارجع لها تاني. لا عمرها طلبت حاجة ولا عمرها تزمرت من حاجة. مالك يا ام امينة؟ ها؟ حد يعمل كده برضه وحبيبي مسافر؟ قلبي مشعل يا بنتي، ما رضيش يسكت. شفت منها؟ عفش قوي يا امي. حرام عليكي، بدل ما انت بتروحي تبتسمي في وشه وانت حلوه كده، راحه تعيطي وتخوفيه. انا عايزه اسالك سؤال، لو هو بقى سافر بره كنت عملت ايه؟ ما عاوزاش ابوك يسافر المره دي. وعره جوي. يا هبه لو جرالك حاجه. والنبي ما تكملي. اقول لك حاجه، انا هروح اتكلم معاه. ايوه يا صافي، هو بيحبك يا بنتي عشان خاطر امك. حاولي تقنعيه وتقولي له ما تسافرش، فاهمه؟ عارفه يا صافي لو عملت دي هوقف معاك ضد ماهر. حاضر يا امي. Mi dolžini a stanovite etu operaciju, sročno. Abu Heba očin nužan nam. Ti dumaš toliko o svojih interesah. Abu Heba nam vsem už nadajel. Ti dolžan nam pomoć s etim. Abu Heba znaje točno, kak upravljat dela. Ja dumaju, Kin – eto хорошо для нас всех. Konflikt Abu Heba i Kina может провалить операцию в Египте. Нет. Кин сумасшедший, дурак. Я думаю только о наших общих интересах. Египет очень выгодный рынок. Оружие, наркотики, памятники старины. А чтобы Египет остался угодный рынок для нас, надо что? Убить Абу Эба? Нельзя. Абу Хеба очень нужен нам. Понятно? Слушай, зачем нам воевать? Друг, давай договоримся. Если все пойдет по плану, и они уберут Абу Хебу, тогда ты будешь работать с Кином. Если же Абу Хеба как-то выкрутится, тогда опять разделим рынок на Египет и Восток. Посмотрим. Thank you.
كان لازمته ايه بس الفطار الخارج ده؟ تمام سعادتك، وصل المطار. ايه اللي جابه ده هنا؟ الاخباريه ديت على وصول ابو هبه المطار. فندم ابو هبه ليه املاك كتير قوي هنا، مركب وفندق ومصنع البان. ابو هبه جاي في حاجه تانيه خالص، طرفه عينيه لازم اخد بيها خبر، مفهوم؟ تمام يا فندم. أسوان دي ما كانش حد يقدر يشت فيها من زحمة لجان. عمي ما هيستحملش يستنى لما نزوغ بالمرشدين، خايف ليطلع الجبل لحاله. عمك لو ما كانش أخوي كنت قلت ده جن في طب إنسان. برضك جلجان، عمي عيبه إنه بيثق في الناس زيادة، والملعب ما بجيش بتاعه لحاله. قصدك جدعوني ياك. اقفل القزاز. أنا جاهز أبي نطلع الجبل. ماشي يا أبو سلمة. نلقوا المساخيط فين؟ ورا منطقة الأسارات الجديدة. ورا منطقة الأسارات الجديدة. طيب نشرب الشاي الأول
ونتوكل يا ابو سلمى. ماشي. Bets, please. No more bets, please. $19. اصبر اخلص ان شاء الله تخلص من البلد كلها. بس ما بقاش في حاجه اسمها ابويا. تخشش الكازينو؟ ايه؟ ما بتفهمش يا حمار ولا ايه؟ حق انا اسف حضرة. الخواجات مالكش دعوة بيهم، مش عايز قلق اليومين دول. حاضر. تفضل مرزوع هنا لغاية لما رولا تيجي. تقول لها ان انا مش هتأخر وجاي على طول. مفهوم؟ مفهوم حضرة. فاهم. الناس فاكرة الغجري قاطع مناخيره وودنه ولابس خيش ونايم في خيمة. ده كان زمان. احنا سياد الأرض مش عابدها. احنا ولاد الرياح بيسمونا كده. ولاد الشتات. عايشين على الأرض من فوق ملناش فيها قلوب. مكاننا في كل حتة على الأرض. بيقولوا أصلنا من الهند وبيقولوا أصلنا من مصر. جيبسي يعني غجر إيجاد. بيقولوا إن الأرض ليها التلات جدود، جد أسود للأفارقة، جد أبيض للأوروبيين، وجدي كين اللي قتل أخوه وهرب. اسمي في البطاقة قطعة، واسمي الغجل كي. الموهبة دي نام، واحنا هنطلع نتعشوا وبعدين نروح ننام. طب تحب اصحيكم انت؟ لا، محدش يصحينا، خصوصا ابو هيبة. تحت امرك يا فندم. طول عمري
بشم ريحة الكنز وعمري ما رجعت خايب. الليلة فيها حاجة غريبة مش زي أي ليلة. حاسس إني سقعان شوية. مالك هيبة؟ لا الحذر يمنع المقدور ولا الرجوع يمنع المكتوب. كان البرد متبت في جسمي، بردان وسخن في نفس الوقت. لو كنت أقدر أرجع كنت رجعت وما كملتش. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب يرجعك منصور يا منصور، وتاري بيدك جرحي يا رب. ترجع بالسلامة وتأمن يا جوزي خوفنا. مالك يا أدهم؟ مالك يا أدهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مالك يا أدهم؟ مالك يا أدهم؟ إيه اللي غيرك؟ في إيه؟ أنا جاهز، أنا جاهز طول الوقت، ما بستناش. أنا ما بستنى، بستنى، ما بستناش. أنا ما بستناش. أنا بحب الحياة، أنا بحب الحياة أوي 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 أوي، بحب الحياة وما بحبهاش خالص. بحب الحياة وما بحبهاش، مع بعض الاتنين، بحبهم ما بحبهمش. بحب الحياة وأنا صاحي وأنا واقف وأنا نايم وأنا قاعد وأنا رايح وأنا جاي. أنا بحب الناس، بحب الناس أوي 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 أوي، وما بحبهمش يزعلوني. يزعلوني؟ بحب الناس كلها بس محدش يزعلني. انا بحب الحيوانات، بحب من بعيد، محدش يقربني، اوعى حد يقربني. انا بخاف، بخاف من غدر قوي، بس ما حدش سلم منه، ما حدش، ما حدش سلم منه. بيسمونا في مصر اللهب، الحلب أو النور. أهلي قعدوا شوية في الكوامل لحد لما طردهم جد أبو هيبة. خايف على أصله مننا، أصلهم ولاد أصول وإحنا ولاد ال... ولع النور!
كفايه كده في الاسبوع. لا 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 هعوض تاني 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 تاني. يلا يلا. مالك يا ادهم؟ يا حاج امين يا حاج امين الحقني يا حاج امين. لا لا لو مداري شايف نفسك يا ابو سلمى قوله خبري يا بيه. دي خامس بطنة اجيبها لك وعمري ما خبت مرة. لو مش واثق فيها حضرتك بلاها. بس المرة دي حاسس انك مش دغري. بقول لك لو مداري شيء قوله. ايه ناوي تغدر بيه ولا ايه؟ لا غدر ولا خيانة بيه. طب يلا شوف طلباتهم ايه وخلصنا. طلباتهم دم يزفر البكان، تقتل بيدك يا بيه وتمسح بالدم الجدار. خلاص نجيب الكلب ونقطع راسه هناك. لا يا بيه، دول عايزينك تقتل واحد اسمه امين من حداك. امين؟ خلاص يجيبوه هنا ونقتلوه. الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي الى صراطك المستقيم على آل حق القدر والمقدار العظيم. واه ايه يا ماهر؟ مالك؟ ايه ده كده؟ عمك ما يتخافش عليه. ماهر فكرك يا ماهر لو كل حاجة كانت في يدي مكان ابو هيبه يعني يا ترى هتبقى في صف مين فينا؟ انا عملت اللي عليا، ربنا يسامحني. عاد هيطلع ميت يا ابو سلمى. يطلع قدامه للفجر. حق ربنا لا تبقى اسطوره. على الاقل ادينا ريحناكم من ضرب النار. يلا بينا نتوه وهنقعد بالمره نشرب كوبايتين شاي والرقبة. يلا بيقعد. عمي ما بيردش، تلقى فتح البطن الجديدة ومهيز دلوك. هم بينا يا ابوي نلحقوا عمي. ايه
هم اللي شفته بعيني يا كابوس كابوس. أكيد أنا نايم ما قمتش. البرد في جسمي ساكن مرضيش يغور. ليلة عجيبة ليلة عجيبة شامم فيها الدم والنار. حاسس بلسعة نار في جسمي. البرد راح ما بقيتش حاسس بالسقعان. أنا وقعت ولا حقوم تاني؟ أبو هيبة اتخان طول عمري بخاف من خيانة. يعني انت شفته بعينك؟ متأكد؟ 100,000 جنيه ليك والباقي للرجال. ابو هبه مات! ابو هبه مات! فين؟ سند! ابو هبه مات يا سند! ابو هبه مات يا سند! شفت انا! ابو هبه مات! دي آخر نفس ولا لساك حتشقى؟ اقفل المخازن كله وشدد الحرس على البيوت. من النهارده الطار هيسبح البلاد بالدم. الحمد لله انه لابس قميص وقد الرصاص وعمره واعي. ما حملش يا حكم، تصبر شوية. عاوز تنسني وانا عايش ما مت. هتسيبني لمين يا عمي؟ انا ماليش غير انت فرشتنا وغطانا. تروح زي النسوان، شد نفسك، بلاش شغل الحريم. الخبر صحيح، الدم مخرق الدنيا. انت بتعمل ايه؟ الو، لسه بدري يا ماهر، كانك ما تعلمتش. هاري طياره تضيه بيت في خير يا قدر يا بيه. ما عملهاش اخوي ده. ماهر رد يا بنت. انا ايمن. ابويا ماله؟ ماله جوز يا ماهر؟ طيب انا جحي. في ايه يا ماما؟ الحق يا امين، ضخوا قلبي، ضخوا منصور. لا إله إلا الله. إذا أراد الله شيئا. يا باي استغفر الله العظيم يا كريم. حسبي يا صباح، هتكسر البيت كله. ده لسه ما لبستش يا سيد، أخويا بيموت. سليمة إن شاء الله، أنا هدعيله من هنا. شايف أبوك يا كريم؟ حتى في دي عاوز يهرب. لا يهرب ولا حاجة، لازم أسهر في الغيط وأفتح الشامي. يا سيد بقول لك أخويا بيموت، تقول لي هتفتح الشامي؟
لازم تجي معاك. محدش هياخد باله من غياب سيد. ربنا معاك. يلا يا كريم. كبير بس يجي معايا، اخويا ما يحبش الحزن. انا اتصلت باحمد وقال ان هو هيحصلنا على المطار. همي يا كريمه، عاوزين نلحق الطياره. جايه. فاكرة السيرك؟ طبعا فاكرة. انت ناسي انك جبتني هنا اول ما اتجوزنا؟ طبعا مش ناسي، بس انا بحب السيرك اوي اوي. طلقني يا كيم. نعم. بقول لك طلقني. انت مش خلاص خدت كل اللي انت عايزه؟ خدتني طفلة، خطفتني من الدنيا كلها، وانا حبيتك، ولما وعيت على الدنيا لقيتك جدعان مش كيم. كل الناس، العالم كله بيحب كيم. حاول تفهم بقى، انا ما بقيتش احبك، طلقني. مش النهارده، مش النهارده بالذات. مفيش حد في الدنيا هيضايقني النهارده. يمكن النهارده مبسوط. النهارده ماتت الحسن والحسن. ماتت الشجره المجدره في الارض. ابو هيبه مات. وفين؟ وسط اهله. اللي بيتفشخر. كين مبسوط. كين مبسوط. مفيش حد هيقدر يزعل. صعب علي يكون اخر صبرك. الندل ياخد عصايتك ويركز على جنب بعد الشر يا غريبه. إيه؟ مين جابكم هنا؟ اخوي ما مستحملش، ربنا يكتب له الراحه. ربنا يستر. مات؟ لا بس جواه رصاص كتير، ربنا يسلم ويرحمه يا رب. أبو هبة بيه جاي في الطريق من المستشفى فجأة. خلصوا الإجراءات وجهزوا الطيارة. تمام. حكم. يا رب. يا بري يا خاي. أوه 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 بس يا واد، أبوك لسه ما سافرش، قدامه نص ساعة. أنت لو بتروح من بدري كان زماننا بقينا هنا من زمان. بقول لك يلا يا حمزة، يلا يا حمزة. حضرتك يا بيه بنفسك هنا؟ أنا خلصت كل الإجراءات الخاصة بسفر أبو هيبة لألمانيا. لا، جوزي ما هيتحركش من هنا إلا ورجلي على رجله. اسكت يا ست، أنا أخوه وأولى بيه. لو سمحتوا. طب حضرتك سؤال واحد بس. لو سمحتوا سؤال واحد. أهم يلا بدي خلينا نلحقوهم. استر يا رب. أنت هتفضل هنا تكمل شغل أبو هيبة في غيابه. دي أوامر. اللي هيسافر أم أمينة وصفاء. فين حمزة؟
بيبعت اذن حضرتك سؤال لو سمحت. عشان بيبعت اذن سؤال لو سمحت. بيبعت اذن حضرتك. حاجة بسيطة بعد اذن. واحد الوريث الشرعي والمسؤول عن إدارة المؤسسات بعد غياب رجل الأعمال منصور أبو هيبة. تقدر تقول لنا دلوقتي مين المسؤول وراء قتل أبو هيبة؟ هل هي المافيا العالمية كما تقول الأخبار العالمية؟ مؤسسات أبو هيبة جايمة وحتبشر أعمالها، لكن اللي حصل لأخوي بيد الغدر النهاردة ما هيعديش بالساهل، وكل واحد عارف نفسه. يعني انت عارف مين اللي ورا قتل ابو هيبه؟ اسمع عمي، في حاله خطر، مش وقت تصريحات دلوقتي. ايه يا حاتم بيه؟ حاتم بيه يا حاتم بيه. حالة من الارتباك في البورصة المصرية والعربية وكذلك العالمية. بعد تأكد خبر اختيار رجل الاقتصاد المصري المعروف منصور أبو هيبة، تأثرت مؤشرات البورصة المصرية بشكل واضح، وظهر ذلك التأثير على تداول أسهم البيع والشراء. ويرجع الخبراء العالميين في أمور الاقتصاد والبورصة أن السبب يكمن في حادثة اغتيال رجل الأعمال المصري منصور أبو هيبة. قلبك في عينيك يا غنيمة، عارفك ملهوفة. لو تقدر يا أم أميني، لو تقدر تقوميني وتطلعيني من هنا. صدقت يا أم البنات، جوزك حيقوم منها زي زمان. جسمي اتعود عالميلي. تعال يا واد احضن جدك، كان نفسي يا حمزه تبقى ولدي مش حفيدي. We have to go now. يا مغرور، مين يعرف اللي جاي والمقدور؟ دي الدنيا كانت في عينيه، شويه هوا طيروها